أكثر من نصف عدد محلات رئيس الجمهورية خصصت لأصحاب المهن من الحرفيين، هذا ما أكدته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية على هامش حفل تسليم جوائز المسابقة الوطنية للصناعة التقليدية المنظم مساء السبت بجنان الميثاق بالعاصمة. تقريبا أكثر من 50% من المحلات التي أنجزت في برنامج فخامة رئيس الجمهورية عبر الولايات خصصت لأصحاب المهن، وهما أغلبهم حرفيين، وهما يستغلوا حاليا هذه المحلات. مشاكل كثيرة تعيق عمل الحرفيين في الجزائر، ربما غلاء أثمان المواد الأولية، ربما لماذا؟ لأنه كي نقولوا غلاء المواد لأنه فيه المواد الأصلية وفيه المواد الزائفة اللي متواجدة في السوق، يعني موجودة بأبخس الأثمان. أهم المشاكل الإمكانيات اللي نخدموا عليهم هو اللي راه يهمنا، اللي ما عندوش باش يخدم ما يخدمش. التسويق هو الآخر معضلة تؤرق الحرفيين. مشكل التسويق هذا يعود لعدة اعتبارات بكل صراحة. الشيء اللي لاحظناه نحن كحرفيين من خلال هذه المشاركة تاعنا في المعارض والصالونات، أنه أنا الشيء اللي نأكد عليه دوما أنه المجتمع الجزائري تقريبا لا زال لا يدرك معنى استهلاك أو ما عندوش ثقافة استهلاك المنتوج التقليدي. شوية في التسويق شوية عندنا مشاكل، ما كاش بزاف. الصناعات التقليدية يمكنها المساهمة في تنمية الصادرات خارج المحروقات من خلال اختراق الأسواق الدولية، هدف صعب تحقيقه في ظل عراقيل تحول دون ترقية القطاع السياحي وتجعل مهنة الحرفيين على الهامش.